اسمي هايدي، صراحة بحب التمثيل من أنا صغيرة، بحب مدام نبيلة لأني بحس أدوارها جريئة، وأنا طبعي شوي خجولة، دائما لما بحط هدف بحياتي دائما بحصل عليه، وإن شاء الله رح أكون قده وأحققه. مساء الخير. أهلا. سنور. أنت مصرية؟ سورية. أهلا وسهلا، اسمك إيه؟ اسمي هايدي، هايدي بحصلي. طيب يا هايدي، أنت اخترتي إيه حتقدمه لنا النهاردة؟ اخترت مقطع من فيلم حارة البرجوان. طبعاً لحضرتك. إن شاء الله يعجبكم. تفضلي. هو أنت حتلعب بيا واد؟ ده أنا مسحك من على وش الأرض. كان يوم أسود يوم ما شفت خلقتك. قولي هتكتب عليا إمتى؟ أيوة وسخ يا دون، أيوة كده بان على حياتك بان. هو أنت فاكرني إيه؟ عشان خدتني في الحرام هتبيع وتشتري فيا؟ لا روح أمك، ده أنا أشرف مش شرف. كويس. أنت حد قال لك إن أنت فيكي شبه من هيفا شوية؟ بس انت حاطة لينس زي حاطة لينس. شكرا يا هايدي.